السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في هذا الفيديو غنشوفوا ملعب طنجة الكبير، ملعب ابن بطوطة، فين وصلت الأشغال سيمانة هذه باش بداو الأشغال في هذا الملعب. سيتم إزالة المضمار بالكامل وإضافة مدرجات جديدة. هذه هي الأشغال في هذا الملعب. الملعب ليس الوحيد اللي غتوقع فيه هذه الإصلاحات وهذه الأشغال، أيضا هناك ملعب الرباط، ملعب أكادير، ملعب فاس، وملعب الدار البيضاء. إذن الأشغال كتمشي بسرعة كبيرة جدا. أسبوع يعني لم يكتمل الأسبوع يعني داروا أشغال كبيرة جدا، حفروا 4 متر ويعني حيدوا العشب بالكامل. يعني الأشغال كتمشي بوتيرة سريعة جدا. إذن هذا الشيء غنتابعه أولا بأول، غنشوفوا ملاعب أخرى كالرباط مثلا اللي غتبدأ فيها الأشغال في هذا الأسبوع. طالوا في راسكم، السلام عليكم.